سمعتوا عن قفل البلندر؟ لا تستهينون في الموضوع، الموضوع جدا خطير. مرة سويتوا ميك اب وبعدين طلعت لكم حبوب. على فكرة أدوات الميك اب تنقل البكتيريا والجراثيم إذا ما تعقمت بشكل صحيح. البلندر أكثر عرضة للعفن وأكثر عرضة لانعدام البشرة. طبعا هذه بلندر متعفنة، كيف عفنتها؟ استخدمت فيها فونديشن وبرايمر بعدين حطيتها في الكيس، وهذا الشيء اللي يكتم ويعدم البشرة، انك بعد ما تستخدمين البلندر تكتمينها من البداية بيطلع فيها بكتيريا حتى لو ما طلع لون. ادري ان هذا الشكل في شوية مبالغة علشان توضح لكم الفكرة، بس لا تستهينون في الموضوع، هذه بعد ميك اب وانكتمت شهرين. خلوني اوريكم بلندر ثانية خذت بس 5 أيام. عندي هالبلندرين حطيتهم في كيس، واحدة هذه 5 أيام وهذه 3 أيام. تعالوا نشوف شنو الفرق ما بينهم. هذه البلندر اللي خذت 5 أيام، شوفوا كيف باين عليها الشقة والتعب أكثر. طبعا هي أكثر عرضة للبكتيريا حتى انشقت، مع أن البلندر جديدة وطبعا مستخدمتهم حقيقي. وهذه البلندر لها 3 أيام، مبين أن أقل تلف وأقل تعب. متخيلين كمية نقل البكتيريا والجراثيم اللي فيها؟ أفضل طريقة علشان تستخدم البلندر تكون شخصية. مو حلو أن تستخدمين الميك اب يا أرتست بتسوين ميك اب تستخدمينها من وجه إلى ثاني. كآيات ستايل أستخدم أن أعطي البلندر كل عميلة، أبدا ما أحب أصير عرضة لمشاكل البشرة. سواء كنتي ارتست او مكياجك شخصي، هذه الاسفنجة لك خصيصا، خلصي من الميك اب وعلى طول غسليها وخليها تتعرض للهواء، لان الكتمة حتى لو مدة قصيرة بشرتك راح تتعب، راح تطلع لك حبوب وانتي ما تدرين شنو السبب. خلونا الحين نجرب تجربة بسيطة، نقص البلندر ونشوف من داخل هل فيها عفن. معاي نشوف، انا متحمسة لفقرة القص، طبعا ما اتوقع ان العفن موصل بس خلونا نشوف. وهذا من داخل البلندر، شوفوها العفن ابد مو موصل، وتدرون ان لو اغسلها ما بيبين كل هالعفن الموجود، ترجع جديدة. ففي نوع من انواع الغش عند البعض انهم ما ينظفون البلندرات عدل، فبالتالي شي يصير من وجه إلى وجه تنتقل وتنتقل البكتيريا والجراثيم. الحين نفتح الإسفنجة الثانية اللي لها خذت 5 أيام، نشوف شنو صار فيها من الداخل. طبعا أنا قاعدة أقص وأحس إني قرفانة، شوفوها من الداخل أبدا 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 مو مبين فيها العفن، العفن خارجي. باقي الحين بنقص اللي خذنا لها 3 أيام، طبعا لها 3 أيام المفروض اني ارميها خلاص غير صالحة للاستخدام. وهذا البلندر شوفوا داخلها نظيف، ما فيها اي اثر ان فيها بكتيريا، فقط البكتيريا خارجية. على فكرة اذا تبون بشرتكم حلوة انتبهوا لهذه النقطة.